المادة العلوم الصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني الوحدة الرابعة الطقس الفصل الثامن الهطل والعواصف الدرس الثاني العواصف. أهداف الدرس لهذا اليوم: 1- بيان أنواع العواصف وكيفية تكون كل نوع. 2- توضيح كيف تحدث العاصفة الرعدية. 3- بيان كيفية تتبع العواصف والأجهزة المستخدمة في ذلك. انظر وأتساءل، يهب أكثر من 40,000 عاصفة رعدية يوميا على الأرض، ما الذي يسبب هذه العواصف؟ أنواع العواصف. ما العواصف؟ العاصفة هي ظاهرة جوية تمثل اضطراب في الطبقة السفلية من الغلاف الجوي. ترتبط العاصفة مع حركة الرياح السريعة والتي تحمل معها أما مطرا أو ثلوجا أو رمال. تتفاوت العواصف في حجمها وفي استمرارها. العاصفة الرملية ظاهرة تحدث في المناطق الجافة وشبه الجافة، حيث تحمل الرياح الرمال من المناطق التي لا يغطيها غطاء نباتي. يسخن الهواء القريب من سطح الأرض ويصعد للأعلى على شكل تيارات حمض، نتيجة لذلك يتغير الضغط الجوي فيندفع هواء أبرد إلى المنطقة، فالهواء الساخن يرتفع إلى الأعلى ويحل محله هواء بارد. الضغط المنخفض ويؤدي ذلك إلى إثارة الغبار وحمل الرمال وثورة العاصفة الرملية كما في الجزيرة العربية. العواصف الثلجية تنشأ عندما تلتقي كتلتان من الهواء مختلفتان في درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، بعضها قد تسبب تساقط للثلوج أو البرد، كذلك يصاحب انخفاضا في درجة حرارة الجو، والبعض الآخر قد يسبب انخفاضا كبيرا في درجة حرارة الأرض مما يسبب تكون الثلوج على سطح الأرض كما هو مبين في الشكل. العواصف الثلجية العنيفة تزيد في سرعة الرياح 50 كيلومتر لكل ساعة، ويقل فيها مدى الرؤية الأفقي عن 400 متر، ويصاحبها هطل كثيف للثلوج. تسبب العاصفة العنيفة تراكم كثيف للثلوج ويبقى دون انصهار عدة أيام. بعض المناطق تزيح الرياح أكوام الثلوج وتجرفها لتراكمها بعمق أكبر من الحقيقي للثلوج المتساقطة. العواصف الرعدية. العاصفة الرعدية عاصفة ممطرة يصاحبها برق ورعد. تحدث العواصف الرعدية فيلمض البرق في السماء ثم يدوي صوت الرعد، وتعطل الأمطار بغزارة في أثناء العاصفة، ويزداد منسوب المياه في الشوارع. تحدث العواصف الرعدية بسبب ارتفاع الهواء الدافئ الرطب إلى أعلى من خلال التيارات الصاعدة التي تسبب ارتفاع الغيوم إلى أعلى مكونة غيمة طويلة تسمى قمة العاصفة كما هو مبين في الشكل. أما عندما تسقط الأمطار يندفع الهواء البارد بسرعة إلى أسفل، وتحدث في هذه الحالة التيارات الهابطة. البرق والرعد. البرق وميض يحدث عندما تفرغ قمة العاصفة شحناتها الكهربائية. قد ينتقل البرق بين أجزاء الغيمة نفسها أو بين الغيوم المختلفة أو بين الغيمة والأرض. يرفع البرق درجة حرارة الهواء المحيط به إلى درجة تساوي 5 أمثال درجة حرارة سطح الشمس. بسبب الحرارة العالية يتمدد الهواء كثيرا، ويتدفق هواء أبرد بسرعة كبيرة إلى المنطقة مصدرا صوتا فجائيا عنيفا يسمى الرعد. البرق في العاصفة الرعدية خطير. والآن عزيز الطالب، لدينا سؤال: كيف يتم تتبع العواصف؟ يستخدم خبراء الأرصاد الجوية أجهزة متنوعة لجمع المعلومات حول المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في العواصف، وتستخدم محطات الرصد الجوي معدات مثل كيس الرياح، البارومتر، ومقياس المطر لجمع المعلومات عن الأحوال الجوية المحلية
وكذلك تستخدم الوسائل التالية لتتبع العواصف: رادار دوبلر، ويعمل هذا الرادار على تتبع سرعة الرياح واتجاهها وكميات الأمطار، وذلك بقياس التغير في حركة الجسم حسب اقترابه أو ابتعاده عن محطة الرصد للرادار. انظر عزيز الطالب إلى الصورة، هي بالونات الطقس، وتستخدم لجمع المعلومات عن أحوال الطقس في طبقات الجو العليا، وتحمل معدات ترسل معلومات عن الضغط الجوي ودرجة الحرارة والرطوبة للمحطات الأرضية، ويجمع خبراء الأرصاد الجوية البيانات حول الرياح برصد حركة البالونات. ثالثا، الأقمار الاصطناعية، وتلتقط صورا للغلاف الجوي من الفضاء، ويلتقط أحد أنواع الكاميرات صورا لحرارة اليابسة والمحيطات، وأنواع أخرى من الكاميرات تصور الغيوم وتستطيع تعقب حجم العواصف ومواقعها. والآن عزيز الطالب، لقد وصلنا إلى محطة النشاط التقييمي. أولا، ما الذي يسبب العاصفة؟ الإجابة: تنشأ العواصف بسبب تصادم كتلتين هوائيتين مختلفتين في خصائصهما. ثانيا، ما نوع الظاهرة المناخية التي تظهر في الشكل المجاور؟ العاصفة الرعدية أم العاصفة الجليدية أم العاصفة الرملية أم العاصفة الثلجية؟ الإجابة هي العاصفة الرعدية. ثالثا، التفكير الناقد، ما سبب عدم تحول معظم العواصف الرعدية إلى أعاصير دوارة؟ الإجابة: لعدم وجود ضغط منخفض في المركز، لذلك لا يحدث دوران الرياح. تابع النشاط التقييمي. رابعا، ماذا يستفيد الراصد الجوي من تتبع درجات الحرارة طوال السنة؟ يتعرف الأوقات التي تكون مناسبة لتهيئة الظروف التي يمكن أن ينشأ عنها عواصف مختلفة. خامسا، بما يستخدم رادار دوبلر الموضح في الشكل المجاور؟ الإجابة: تتبع سرعة الرياح واتجاهها وكميات الأمطار، وذلك بقياس التغير في حركة الجسم حسب اقترابه أو ابتعاده من محطة الرصد للرادار. سادسا، أي مما يلي لا يتفق مع طبيعة البرق؟ ينتقل بين أجزاء الغيمة نفسها، أم ينتقل بين الغيمة والفضاء الفراغ، أم ينتقل بين الغيوم المختلفة، أم ينتقل بين الغيمة وسطح الأرض؟ الإجابة هي ينتقل بين الغيمة والفضاء الفراغ. وإلى هنا قد انتهى الدرس.